قتلى ومصابون في تفجير سيارة مفخخة ضرب العاصمة الأفغانية كابول صباح الأربعاء. وقالت مصادر بالشرطة إن الحصيلة الأولية للهجوم 4 قتلى و41 مصابا. وقال الجنرال عبد الرحمن رحيمي رئيس شرطة العاصمة إن الهجوم انتحاري. قام انتحاري بتفجير شاحنة قرب مقر مكتب رئيس الحي، مما أسفر عن دمار شديد وأسقط 4 قتلى، منهم رجل شرطة و2 من المدنيين رجل وامرأة، فضلا عن 41 مصابا معظمهم من المدنيين. وقال شاهد إن الانفجار هز أرجاء المكان، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الحادث، لكن حركة طالبان سبق أن أعلنت المسؤولية عن هجمات مشابهة. وتصاعدت وتيرة التفجيرات في كابول منذ تأكيد الحركة والحكومة في يوليو الماضي موت زعيم الحركة الملا عمر قبل 2 عامين، مما خيب الآمال في احتمال عودة الحركة سريعا إلى طاولة المفاوضات. وتسببت أعمال العنف في مقتل أكثر من 5000 مدني خلال النصف الأول من العام الجاري، وهي أكبر نسبة قتلى منذ اندلاع الحرب عام 2001.